تحياتي لكم جميعا، تحياتي للجميع، وما بدي واحد رجاء يزعل علي في التأخر على الردود على تساؤلاتكم المختلفة. طبعا خلينا نوضح بعض الأمور. أنا في بعض الأحيان بطلع مباشر، لا فقط إني ما بحكي في المباشر، هاد بفرجيكم بس شغلات حلوة هيك تستمتعوا فيها من الطبيعة، وأنا أخذ كمان راحتي في إني أخذ نفس بالمعية وارتاح شوي، وأنا ما بقرأ التعليقات هذه أثناء لما أكون سائق، ما بقرأها وبحاول أستمتع معكم، وأمرار ما بحب أحكي فاتفهموا لي الموضوع هذا، مش احنا قاعدين نتفرج على فيلم حلو زي هيك ويطلع لي تعليق والله البواسير يا دكتور، ولا الآلام التقرحات في المنطقة الشرجية، يعني بالله مش منطق. فهاي أول شغلة. ثاني شغلة، أنا بوصلني آلاف الرسائل على الواتساب تاعي، تلفون الواتساب، هذه الرسائل أنا بقراها كلها بدون استثناء، وأي واحد بيبعث رسالة بتوصله رسالة مباشرة، قرأت يعني أوتوماتيك لحاله بكل المواقع تاعتنا والروابط ورابط الفيسبوك والصفحة الشخصية اللي هي يعني أنا ضمنت من 3 سنين وأنا بجمع في مكتبة علمية كاملة للفيديوهات، صرنا مجهزين 5 كتب جاهزة لإلكترونية للإطلاع مجاني طبعا كله، 3 كتب من هدول الكتب اللي في الإنجليزي ترجمناهم للغة العربية وموجودات على الصفحة كمان متاحات. في ناس ما بيقدروا يفتحوا الروابط، وخصوصا لاحظت من بلدان معينة وخصوصا من سوريا الشقيقة، ما بعرف ليش ما بيقدروا يفتحوا الروابط هذه، في مشكلة تقنية من عندكم مش من عندي. فالقصد من الموضوع انه الاسئلة المطروحة 99% منها اسئلة مكررة، يعني اذا انا وضعت فوق 4000 لقاء ما خليت شيء الا حطينا لكم اياه. فالموضوع فقط بده بحث وتطبيق، المعلومات كلها موجودة، ما حدا بيقدر يقول والله ما حكيت انت يا دكتور عن الشغلة كذا، حكينا قد ما اقدر. فانا ما بقدر اجاوب بشكل شخصي على كل رسالة، لو بدي اسوي هيك كان بقضي 24 ساعة بس رد على التساؤلات، وما بتشوفوني اصلا في هاي الحالة. فالخيار خياركم، وما حدا يزعل اني ما برد لاني ما بقدر ارد، يعني هذا فائق القدرة تاعتي اني ارد على كل تساؤلاتكم، بس كلكم بحييكم وكلكم على راسي وكلكم من اعظام الركبة من وين ما كنتوا وايش ما كنتوا. احنا هنا بنبث من كندا طبعا، من مدينة ميسيساغا زي ما بتعرفوا، احنا في وضع نتعامل مع كل اللغات وكل الثقافات وكل الديانات وكل الآراء. والشغل الثاني كمان، الصفحة هذه بتعطيكم من مختلف التخصصات لأشخاص مختلفين بيحكوا لغات تانية وثقافات تانية وطرق تانية اللي تستفيدوا قد ما تقدروا. فاعذرونا بس كل اللايفات هذه والمباشر اللي بنسويه يوميا بمعدل من 5 إلى 10 مرات بسويه للرد على الأسئلة هذه. هلا الموضوع الثاني اللي كمان بدكم تعذرونا فيه وتاخدوه بعين الاعتبار، انه انا النشر علي ومش مقصر في موضوع النشر، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على التيك توك. هلا عندي انا مشكلة تانية بالنسبة لمشكلة التوزيع والنشر، وانه الافلام هذه تقدروا انتوا تشوفوها على صفحاتكم. احنا صفحة من البداية اغلقت اكثر من مرة، في عندنا ناس كتير قاعدين بيحاولوا يوقفوا الصفحة هذه، يعني انا بتعرض
عن جد ضغوطات كبيرة، وهذه كل الضغوطات بتلاحظوها انه مش عارفين تلاقوا الفيديوهات ولا عارفين يوصلكم شيء، واللي بيقول لي والله يا دكتور وينك من زمان ما شفناك. كيف زمان ما شفتني وانا كل يوم 5 مرات 6 مرات 10 مرات؟ هذا شغلي الشاغل اني ارد على الاجوبة. فالموضوع انه في ضغط كبير بالنسبة لانتشار الصفحة للناس، هذا اشي خارج عن ارادتي، هذا اشي راجع لادارة صفحات الفيسبوك او التيك توك او اليوتيوب اللي بمنعوا انتشار هيك محتويات، مع الضغوطات التانية اللي بتسرع من عملية انه المنع هذا بيكون منع الانتشار، وانتو اكيد هاي لاحظتوها الشغلة. فارجعوا ادخلوا على الصفحة، ادخلوا على اليوتيوب، بتلاقوا هاي الافلام كلها موجودة، وانا دايما اللايف كله بيظلوا مسجل على الصفحة، وبنحطه كمان على اليوتيوب، فموجودة هاي المعلومات، ما تخافوا. ان شاء الله تكونوا مستمتعين في مناظر الشتاء والتلج من مدينة ميسيساغا. احنا هلا على شارع ميفيس ومتجهين للبلد، مركز البلد، مركز المدينة. عملنا لكم اياها بشكل جانبي اليوم كده، تغيير الروتين فقط، تغيير الروتين، لانه هذا اللي بدنا اياه. الله وكيلكم ان نغير الروتين. واي واحد بحط اي تعليق على التعليقات هذه اللي على الصفحة، انا دائما بقراها، دائما بقراها، وبشوف تعليقات كتيرة، اسئلة، ولاحظت انه زادت موضوع انكم انتو كمان بتردوا على الاسئلة هذه، بتودوهم على الفيديوهات، بتساعدوا الناس التانيين على الصفحة. ممكن ناس جداد مش عارفين انه عملنا افلام عن هذه المواضيع، جاي بيسألوا، فانتوا ساعدونا، يعني كونوا مساعدين لنا بردكم على اخوتكم وخواتكم اللي بيسألوا على الصفحة. كمان شغلة انه كتابة المعلومات اللي بنحكيها، طبعا انا بشوف امرار في ناس بيكتبوا بشكل كتابي المعلومات هذه اللي يوثقوها اكتر، والناس اللي مش يعني يرجعوا لها في التعليقات. فاشي حلو كتير انكم تكتبوا شو انا بحكي، تلخصوا الحلقة، تحطوها في التعليقات، وإلكم مني كل شكر. وفي هاي الحالة انتو حتستفيدوا لما تكتبوا المعلومات هذه، انتو تحفظوها، يعني بتشجعوا ناس تانيين انهم يحفظوها ويشوفوا المعلومات هذه بشكل موثق. انا ما عندي القدرة اني اوثق واكتب، بكفي شغالين على كتابة الكتب هذه. انتم متصورين كتاب 200-300 صفحة، قديش في جهد لموضوع التأليف ولموضوع الانتاج ولموضوع النشر وجمع المعلومات والتدقيق. هذا جهد كبير احنا قايمين فيه، مش لحالي، انا عندي تيم كامل شغالين تحت امري، بس اللي نقدر نساعدكم 4-5 أشخاص فول تايم قاعدين فقط، اللي نقدر نلحق على قدر الأسئلة والمعلومات اللي حابب أقدم لكم إياها كلها، بكل يعني المعلومات اللي نغني هالمكتبة العلمية العربية، خصوصا العربية اللي هي مفتقرة بشكل كبير لهذه الطرق العلاجية اللي احنا بنطرحها من خلال الفيديوهات او الكتب او النشرات او الابحاث اللي بنسويها. واحنا حكينا لكم انه في عندنا مركز الابحاث، يعني الزيوت هذه اللي بنعطيكم اياها والخلطات جزء منها تم بحثها على مرضى، وهذه الابحاث طبعا نشرت في المجلات العلمية هون في كندا كمرجع إضافي لتوثيق المعلومات، وتكون المعلومات هاي زي يعني ما بتعرفوا هذه المعلومات معلومات موثقة
معلومات يعني أكاديميا وبحثيا في إلها قواعد رئيسية. إحنا ناس تعون بحث علمي ودراسات ودكتوراه وكتب ونشر، يعني مش تعون وصفات هيك ولا هيك. طبعا الثقة موجودة، الثقة بيننا وبينكم موجودة، انتوا بتثقوا، والدليل طبعا انا شايف انكم بتطبقوا. مدام بتطبقوا اذا واثقين، ومدام واثقين اذا وثقتوا واقتنعتوا وفهمتوا اللي هذه 50% من العلاج حصلتوا عليه، بس تعرفوا شو اللي قاعد بصير في جسمكم وليش هالامراض هذه موجودة. الفهم والمعرفة هذا اللي ناقصنا، هذا اللي ناقصنا. التطبيق بسيط، إذا أنا فهمت واقتنعت في هاي الحالة بطبق مباشرة، والحمد لله يعني نجحنا إن نفهمكم ونعطيكم المعلومات الصحية الأكاديمية الصح في العلوم الصحية المختلفة اللي حتساعدكم في هالعلاجات البيتية. إحنا علاجاتنا بيتي، علاجاتنا والشغلات اللي بندربكم تعملوها هذه أمور لا تتعارض مع أي علاج خارجي انتو بدكم إياه وانتو بتعملوه. بس حضراتكم لازم يعني تفهموا لي هالنقطة هذه فقط. فرضا أنا عندي إنفلونزا وعندي رشح وعندي ضيق في التنفس وأزمة وهاي الأمور، أنا لما أعطيكم الحلول العلاجية هذا ما بيكون بديل قاطع عن الأدوية اللي انتو بتستخدموها. الأدوية اللي بتستخدموها اذا بدكم تجيب نتيجة 100% اذا لازم تتبعوا الاجراءات العلاجية هذه اللي بحكي لكم اياها. اذا بدكم الأدوية هذه تمتص من الكولون وتستفيدوا منها وتطلعوا المخلفات والسايد افكت هذه اللي موجودة في الأدوية لبرا، في هاي الحالة بدكم تعملوا التعليمات هذه اللي بحكي لكم عنها. إذا واحد في عندك حالة معينة وبراجع أخصائي علاج طبيعي، أخصائي حجامة، أخصائي فيزيائي، أخصائي عظام، أخصائي أعصاب، براجعوا. وهو المفروض طبيب الأعصاب والأخصائيين هدول هم المفروض يقولوا لكم للشغلات البيتية وكيف تتعاملوا معها. تفضلوا روحوا تبعوا للدكتور محمود، شوفوا شو بيحكوا لكم. فأنا مكمل لكل العلاجات التانية اللي بتاخدوها، وبديل قوي، وهذا اللي مخوف الجميع، انه هاي العلاجات حتغني عن الأدوية، حتغني عن شغلات كتير انتوا بتستخدموها، بس مش مرة واحدة. طبعا انا ما بحكي وقفوا كل شيء، انا بحكي اقل ما فيها خلوا توازن. جربوا الادوية مع الادوية الشغلات التانية. مثلا خلينا ناخذ موضوع الضغط، انا ما بحكي لكم وقفوا دواء الضغط، ده بدي احكي لكم وقفوا دواء الضغط هذه جريمة، هذه في ناس ممكن يموتوا بسبب هذه كلمة واحدة. انا بحكي ضلكم على الادوية وبلشوا في الأمور التانية اللي بتعالج المشكلة الضغط من أساسها اللي حكينا لكم عنها وبنحكي لكم دائما عنها. وفي هاي الحالة انتوا بصيروا تقرروا وتعدلوا الميزان شوي شوي، تخففوا من الأدوية تزيدوا من الشغلات الطبيعية، تخففوا من الأدوية تزيدوا من الشغلات الطبيعية. وهذه الأمور كلها بدها تكون مع مراعاة انكم تضلكم باتصال مع الدكاترة اللي بيعالجوكم، وانتوا تقنعوهم في موقفكم والخيار اللي انتوا بدكم اياه. هذا كله بيعتمد عليكم. انا بحاول اقنع قد ما اقدر اقناعكم بهاي الطرق الفعالة، والكل يعني تعول الادوية بحاولوا يقنعوكم في الادوية. كل واحد صاحب اختصاص بحاول يقنع فيه اللي بيع سلعته. احنا سلعتنا والشغلات اللي بنبيعها اللي هي الامور والعلاجات البيتية اللي تعمل من المواد الطبيعية، سواء كانت مواد غذائية او حبوب او زيوت او امور حركية او امور تنفسية او علاج بتمارين معينة، هذه كلها بيتية
والمواد الخام كلها موجودة مع شوية همة وشوية أدرينالين مع سيروتونين مع دوبامين. هيك أنتوا بتبلشوا تعالجوا حالكم وتفهموا كيف تعالجوا وتتعاملوا مع الحالات هذه، مش لإلكم بس، لأولادكم، لعائلتكم، لجيرانكم، لحبايبكم. وأنا بقرأ التعليقات دائما لما واحد يبعث لواحد تاني، وأنا بشوف الردود الحلوة. يعني فيش واحد بتبعثوا له رابط وتقولوا له تفضل تابع الدكتور هذا، دائما بيعلق يسلموا يعطيكم العافية ألف شكر كذا. يعني الناس مبسوطين لأنه الناس شايفين في فائدة. شو رأيكم في هالمناظر الحلوة هذه لشتاء وبرود وشمس مدينتنا الحلوة هذه، مدينة ميسيساغا الكندية؟ طيب هاي شو بدكم احسن من هيك؟ هاي سياحة وسفر كمان عاملين لإلها. يعني شفتوا كندا وبتشوفوها مباشر مباشر هلا شو قاعد بصير في كندا خلف البحار، قاعدين بتتفرجوا على الـ 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 الوضع. وهاي الشمسات اللي شايفينها، طب هذه بعطيكم انا فيتامين د هيك هيك من بس بمجرد انكم اطلعتوا على المناظر الحلوة اعصابكم بتهدى بس عشان لأنكم تتفرجوا على مناظر كويسة حلوة تريح بالكم، تخفف الضغط النفسي، تخفف هالكوليسترول عنا، تخفف نسبة الجلطات، تخفف عنكم من ناحية آلام وجع الراس. يعني هاي تسلية كويسة بيني وبينكم، وأنا بحب أطلع بشكل متواصل لأنه طلعتي هذه بتسعد كتير ناس، كتير ناس بعزوا علي، ومن أولهم أمي الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية. الوالدة هي الشغلة اللي بتتسلى فيها أكثر شيء، اللي هي تتفرج علي وأنا قاعد في اللقاءات هذه. طبعا زي والدتي في ملايين الوالدات والأمهات اللي قاعدين في بيوتهم وفي الوقت الحالي هلا اللي مش قادرين نطلع ولا نروح ولا نيجي ولا نحكي مع حدا، حتى بلاقوها منفذ للتسلية، منفذ لمعلومات كويسة يقدروا يتابعوها. وهاي كمان بتشموا في الهواء وبتتعرفوا على بلاد تانية ولغات تانية وناس تانيين، والمعرفة طبعا حتعالجكم من موضوع الألزهايمر والنسيان وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على التركيز. وهينا وصلنا، ويعطيكم ألف عافية، تحياتي للجميع. ترقبونا هيك بعد أكم من يوم في مفاجآت هنفرجيكم إياها، وإن شاء الله بحاول كل جهدي إني أعطيكم قدر أكبر من الإجابة على الأسئلة هذه الخاصة اللي بتوصلنا، وقد ما واللي بدكم إياه إحنا مستعدين. المهم تضلكم رايكين وبصحتكم وبعافيتكم. تحياتي، شكرا لكم، سلامات.